طبعاً الشغل مش عيب، وكل واحد أدرى بحاله واللي محتاجه في حياته، وده المبدأ اللي مشيت عليه ممثلة شهيرة لما لقت إن التمثيل مش جايب همه، فتحت الأبليكيشن واشتغلت سواء أوبر على ما تفرج. تعالوا مع بعض نعرف كل التفاصيل. الفنانة نجلاء يونس فجرت مفاجأة في تصريحات تلفزيونية قالتها إنها بتشتغل سواء أوبر متخفية لما ما يكونش عندها تصوير علشان تصرف على نفسها. طبعاً الخبر انتشر جداً والناس كلها ما بين مؤيد ومعارض، ده احنا مجرد إن الستات بتسوق في مصر بتاخد انتقادات قد كده، فما بالك بقى بالأوبر والتاكسيات. المهم إن نجلاء يونس اللي عرفناها كلنا من خلال مسلسل ميت وش مع نيلي كريم، وكانت في الجزء الثاني كمان من ليه لأ مع منة شلبي، كانت برضو مع نيلي كريم في رمضان اللي فات في مسلسل فاتن أمل حربي. بس دي اصلا مش بدايتها في التمثيل، نجلاء يونس بتمثل من 2005، شاركت كمان في كام مسلسل منهم لحظات حرجه اللي كلنا عارفينه طبعا، وفيفا قطاطا والسبع وصايا. كل الاعمال الناجحه دي ما كانتش كفايه ان ممثله زيها تكتفي بالعمل قدام الشاشه، خصوصا بعد ما اتجوزت سنتين وانفصلت بقت مضطره انها تعول نفسها علشان زي ما قالت ما بتحبش قله الحيله. صديقة لها نصحتها إنها لو عاوزة فلوس طيب ما تشتغل أوبر، وفعلا عملت زي ما قالت وبقت بتنزل كل يوم متنكرة في ناس بتعرفها وناس لأ، بس اتعرفت على القاهرة أكتر بعد ما كانت فاكراها أصغر من كده. قابلت ناس كتير واتكلمت معاهم، ومين عارف يمكن تكتب عمل عن قصتها دي يحقق النجاح اللي هي مستنياه من زمان. وطبعا الشغلانة زي ما فيها مكسب فيها خطر، وده اتكلمت عنه برضو نجلاء يونس وقالت انها عارفة ان الخطر ممكن يجي لحد عندها وهي قاعدة في البيت، وان نزول الشغل في الشارع مش هو الأزمة. قصة نجلاء يونس من الاول فيها كفاح، والدها كان طول الوقت مسافر، والدتها كانت شايلة البيت وهي اتعلمت تحمل المسؤولية منها، علشان كده ما كانش غريب عليها تاخد القرار ده. الميزة فيها بقى ان دايما الناس بتشبهها بالفنانة عبلة كامل وانها تلقائية زيها وبتقدم الادوار بخفة دم عارفينها كلنا، لكن برضو عندها امل ان هو يتعرض عليها ادوار تانية مش نفس النسخة كل مرة. نجلاء يونس هتفضل تشتغل على اوبر لغاية لما يتعرض عليها ادوار كفاية تقدر انها تصرف بيها على نفسها، لان الحياة بقت صعبة، وهي كل فين وفين على ما بيتعرض عليها دور. مش هوصيكم بقى بنتنا فنانة وكده، ما ينفعش يعني.